السلام عليكم. عماد حميد الدين رئيس مكتب طلبه الطب طنجة، عضو باللجنه الوطنيه لطلبه الطب طب الاسنان والصيدله بالمغرب. اليوم كما كتشوفوا في اطار الانزال الوطني اللي صدرته اللجنه الوطنيه في البيان ديالها الاخير اللي كيجي من بعد اسبوع الغضب، طلبه ديال الطب جاوا الالاف للعاصمه الرباط لانهم حاليا عندهم مجموعه من المشاكل اللي طرحوا على المسؤولين هذه ازيد من 7 اشهر، مجموعه من المشاكل اللي الطلبه كيتسائلوا وكيقولوا علاش الازمه طولات باش وصل لشهر 7. حنايا كطلبه ديال الطب المكان ديالنا الطبيعي، وكطلبه ديال الصيدله المكان الطبيعي ديالنا هو المدرجات ديالنا، هو اراضي التدريب الاستشفائيه. فاش كنشوفوا اكثر من 7 شهور و25 الف طالب جالسين في الشوارع ديالهم في المدن ديالهم عبر الوقفات المحليه والمسيرات المحليه، ولا في الرباط من اجل بطاله بسيطه، من اجل جوده التكوين، من اجل طبيب ديال غدا من يخدم في السبيطار يكون طبيب كفء، طبيب ديال اللي عنده معايير اللي كيداووا بها المغاربه واللي خصهم يداووا بها المغاربه واللي من حقهم يداووا بها. فحاليا السؤال الذي يطرحه الجميع، كاينه هيكله جديده ديال 6 سنوات اللي غادي تشمل التلاميذ اللي في البكالوريا حاليا، كاينه هيكله قديمه ديال 7 سنوات اللي كتشمل الطلبه اللي في سنه سادسه وسنه سابعه، وما بينهما كاينه واحد الهيكله مشوهه ديال التكوين اللي لا يرقى الى تكوين طبيب كفء اللي فيه 3900 ساعه، فيه سنه واحده ديال كامله ديال التدريب كامله الوقت. الطلبه اللي حاليا خاضوا اضراب منذ ازيد من 7 اشهر كيشوفوا راسهم جيل من الاطباء ضائع من ناحيه ديال التكوين، جيل من الاطباء القيمه المعنويه ديال الدبلوم ديالو ناقصه، وكيتسائلوا على العدد ساعات ديال التكوين ديالهم، كيتسائلوا على عدد السنوات ديال التكوين ديالهم اللي ما يمكنش تكون شي حاجه من غير 7 سنوات، لانه حاليا ما يمكنش دير واحد الاصلاح فوسط الدراسه وفوسط التكوين ديال الطالب، فوسط التكوين ديال الطالب. ما يمكنش طلبه اللي في السنه الرابعه ونجيو ونحيدوا لهم عام من التكوين من دون اي تكييف لهذا التكوين لست سنوات. وهذه اخر حاجه، اخر انا في طالب السنه الخامسه حاليا. صراحه الوضع اللي كتعيشوا اللي كيعيشوه الكليات واللي كيعيشوه الطلبه كاملين واحد الوضع ديال ما نسميوهش ياس، ولكن نسميوه حزن، نسميوه حزن على 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 الوضعيه الحاليه اللي كيعيشوها خيره شباب ديال المغرب، خيره شباب المغرب اللي جابوا نقط عاليه في البكالوريا، دوزوا مباراه الانتقاء اللي تخيس اليكتيف اختياريه بواحد الشكل اللي الانتقاء ديالو جد 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 صعب باش انك تنجح، وكيشوفوا راسهم ضاعوا في التكوين ديالهم، وكيشوفوا راسهم انه عندك واحد الجيل ديال الاطباء خارج ما عجبوش وما راضيش على التكوين ديالو، فهذا كيجعلنا نتسائلوا. حاليا حنا زعما عندنا حاليا الوضعيه الحاليه هي كما قلت حاله من الحزن، حاله من الحزن على البلاد ديالنا فاش كنشوفوا التكوين ديالنا كيضيع، وكنشوفوا انه احنا متمسكين بالمطالب ديالنا، اذا ما خايفينش على المستقبل ديالنا، لانه عارفين انه مسؤولين عندهم عقول رشيده وعندهم كاين باقي الناس اللي عارفين المصلحه ديالنا فين كاينه، وغادي غادي يديروا معنا الحل وغادي يفهموا المطالب ويفهموا هاد 25 الف طالب علاش خارجين منذ ازيد من 7 اشهر، وانهم غادي يحفظوا لهم التكوين ديالو. المهنه ديال الطب واحد المهنه شريفه، يعني ما يمكنش انني ندم على انني اختاريت انني نعاون الناس، يعني انا بالعكس عاج داير الطب عن قناعه وباغي نخرج ونخدم بلادي ونخدم لا بوبولاسيون الناس اللي كنعيش معاهم باغي نداويهم، يعني ما ندمش على اختيار ديال واحد المهنه اللي نبيله رغم كل المشاكل ورغم كل الظروف. نقدر ندم على الظروف ديال التكوين اللي انني اختاريتها في المغرب وما مشيتش درتها برا ونعاد نرجع مورا المغرب نداوي المغاربه، ولكن ما عمري ما ندم على مهنه ديال الطب. مهنه ديال الطب واحد المهنه اللي شريفه، ومهنه اللي كتعاون بها المجتمع ديالك، وكنظن ان الطلبه كاملين بهم ما حدهم متمسكين بالمطالب ديالهم وصبروا على 7 اشهر ديال الاضراب الا وانهم باغين يكونوا اطباء اكفاء وباغين يعاونوا البلاد ديالهم. السلام عليكم، معكم نرجس الهلالي طالبه السنه الخامسه بكليه الطب والصيدله بالدار البيضاء وعضو باللجنه الوطنيه لطلبه الطب طب الاسنان والصيدله بالمغرب. فاحنا اليوم هنايا في مسيره وطنيه، مسيره الغضب اللي تم البرمجه ديالها من بعد 7 اشهر ديال الماراثونيه ديال النضال منذ 16 دجنبر 2023، حيت دوزنا الصيف والخريف والشتاء والربيع ومازال الازمه قائمه.
تمت مقاطعه الامتحانات، راه تقريبا اربعه ديال المقاطعات ديال الامتحان، ومازالت عاوتاني الازمه قائمه. طرقنا جميع الابواب، ازيد من 100 اجتماع مع الوساطات، مختلف الوساطات، الفاعلين المدنيين، الوساطات البرلمانيه، الفرق ديال الاغلبيه والمعارضه، بكاع الانواع ديال الوساطات طرقنا الباب ديالهم باش اننا نحلوا هاد الازمه. ومع ذلك الازمه لا زالت قائمه. فحنايا ملي جات اخر مبادره باش تحل زعما الازمه رحبنا بها بصدرين رحب، بالعكس مشينا هذوك المقترحات عرضناها على الجموع العامه وناقشناها بكل زعما مسؤوليه وامانه. طلبه كان عندهم مجموعه من الملاحظات، طلبه ديال الصيدله اقتنعوا بمجموعه من المقترحات الحكوميه، يعني العرض الحكومي لقى ترحيبا مجموعه من الطلبه ديال الصيدله بنسبه عاليه لفوق 90%، ومع ذلك لم يتم زعما التوقيع على محضر اتفاق ولا زعما التطرق للنقاط اللي كانوا هما داروا عليها دي غومارك باش انهم يدخلوا. في المقابل كاين عندنا الطلبه ديال الطب، بالنسبه لهم كاين واحد النقطه عالقه اللي هي نقطه تقليل سنوات التكوين من 7 إلى 6 سنوات، كانوا عليها مجموعه من لي غومارك، بحيث انه المقترح تم بسطوه على الجموع العامه وعلى الطلبه، كانوا مجموعه من الامور اللي كتبان لهم انه لا يمكن تنزيل هذا القرار في ظل هذاك الشيء زعما هذوك الاجراءات زعما اللي كاينين دابا اللي غير قابله للتنزيل. يعني بالنسبه لهم لا يمكن التضحيه بخمس دفعات الحاليه، بحيث انه تجي تقول لهم هذا قرار ديال الاصلاح، فنحن لسنا ضد الاصلاح، نحن مع الاصلاح، ولكن هذا الاصلاح خاصو يكون عنده اسس متينه، يعني قائمه على انه ما نضيعوش الناس والقرايات ديالهم، ما نضيعوش هاد لي بروموسيون. كاين اللي وصل السنه الخامسه ديالو كتقول ليه كل ما ستستفيد منه هو تخفيض سنوات التكوين من 7 إلى 6 سنوات، كتحيد لي عام ديال 16، واش هذا اصلاح؟ فبالنسبه لينا حنايا المستقبل ديالنا دابا راه كنعيشوا في واحد الضبابيه اللي خايبه بزاف. الطلبه ديال الطب والصيدله راه منذ 7 أشهر وهما في اضراب، ما عارفينش شنو تابعهم، واش دابا تابعنا سنه بيضاء ولا غنكرو فيها هاد السنه؟ شنو غيتبعنا من بعد؟ شنو المصير ديالنا حنايا؟ رحنا ناس كنا كنتقاتلوا على اساس اننا غندخلوا لهاد الكليات، كتجي دابا كتلقى هاد المعامله اللي كنتعاملوا بها وكاننا زعما ارتكبنا جرما. نحنا راه كندافعوا غير على التكوين ديالنا، راه حق دستوري انني ندوي على التكوين ديالي، وبحقي انني نتكون في ظروف اللي غتكون ملائمه. راه لا يعقل اننا نجيو نشوفوا المسار ديالنا والمستقبل ديالنا هكا كيتقاس وكيتدمر، وانك تتوقع مني انني غنبقى ساكت. فالطلبه اليوم اذا كانوا كيدويو ولا كانوا كيجيو الوقفات والانزالات والجمع العامه الى اخره بهاد الاعداد، فهذا يدل على انه كاين مشكل اللي خاصهم يخدموا عليه. ممكن